للمزيد من المعلومات ينضم إلي من الجزائر مراسل الغد حسان جزائري. حسان، يعني تفاصيل أكثر حول هذه الخطة والاستراتيجية الجديدة ومتى سيتم تطبيقها؟ نعم، خصص أمس الاجتماع الأعلى للمجلس الأعلى للأمن لدراسة الوضعية الصحية في البلاد بعد تفشي فيروس كورونا في 48 ولاية، أي عبر التراب الوطني، مع ارتفاع عدد الإصابات التي تقارب 6000 إصابة، مع ارتفاع أيضا عدد الوفيات الذي قدرت ب 542 حالة وفاة. المجلس الأعلى للأمن قرر التمسك بالإجراءات الوقائية إلى ما بعد عيد الفطر، كما سطر مخططا لإجلاء بقية الرعايا الجزائريين العالقين في العديد من دول العالم. وللتذكير، لحد الآن تم إجلاء أكثر من 10,000 رعية جزائري، وتم إخضاعهم لإجراءات الحجر الصحي لمدة 14 يوما، والمبشر أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في خلال هؤلاء 10,000 الذين تم إخضاعهم للحجر الصحي. أيضا من بين الإجراءات التي أعلن عنها المجلس الأعلى للأمن هي تسطير خطة تضامنية مع أصحاب الدخل الضعيف وكذلك الدخل اليومي الذين تأثروا من إجراءات الإغلاق والتي كانت لها آثار اقتصادية كبيرة. كما أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بأنه ستكون هناك خطة للعودة إلى الحياة العامة تدريجيا لمرحلة ما بعد كورونا. هذه الخطة ستعتمد على الكثير من المناحي الاقتصادية وكذلك الاجتماعية، ربما تقليل من ساعات العمل، لكن الأكيد أن خاصة الوظيف العمومي سيبدأ بالعودة تدريجيا إلى العمل بعد أن عرف شللا تاما لمدة أكثر من شهرين. من الجزائر مراسل الغد حسان جزائري، شكرا جزيلا لك.